مشاهدي قناة الموصل الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المطبخ الموصل. شيف شنو راح يكون طبقنا اليوم؟ اليوم راح نقدم طبق للضلوع. نعم. دائما متعارف على الضلوع انه تاكلوها بطريقة مشوية داخل المطاعم. نعم. راح نعدها بطريقة تقريبا مشابهة لطعم المطاعم حتى تكون سهلة التحضير داخل المنزل بالأدوات اللي موجودة داخل المنزل. نعم. شنو هي المكونات اللي راح نضيفها؟ عندنا الضلوع مع الغنم راح نستخدمه، هاي كمية تقريبا 600 غرام. نعم. مبدئيا راح نخليها على جنب. راح نحتاج الملح أساسي، عندنا ثوم، فلفل أسود، الأوريغانو، عندنا دبس الرمان ودبس التمر. نعم. راح نحتاج الزيت، عندنا هون صلصة الباربيكيو أو الشواء المدخنة اللي راح تعوض معنا الفحم. نعم. وعندنا هون الصويا أو الصويا صوص، عندنا من نوعيتين، تجي الدارك الثقيلة المركزة وتجي المخففة، إذا كانت ثقيلة تتخفف شوية ماي ماكو مشكلة. نعم. راح نبدأ التحضير بطريقة سريعة. حط الضلوع مالتنا. الضلوع يعني هي أكلة أصلاً متعارف عليها بالمطبخ الموصلي أيضاً. موجودة بمطبخنا. بس أصلاً هي من المطبخ. وجبات الشواء اللحوم دائماً. نعم. تكون راجعة للمطاعم أو المطابخ الأمريكية، طبعاً هم الاختصاصين الأكثر. نعم. تقريباً بشغلة اللحم المشوي. نعم. هم الأقوى. راح نخلي بس الفلفل الأسود والملح. راح نكتفي بهينو بهاي الطريقة. وبعدين راح نعلمكم شلون تحضروها على النار مباشرة حتى اللحم يظل محتفظ بالطراوة مالته. نعم. دائما بالبداية راح تكون المقلاة ساخنة، وبعدين راح نقلل الحرارة حتى اللحم يحتفظ بالرطوبة وتكون الطبقة الخارجية مالته مقرمشة. يعني خليت الملح لين حتى تكون هشة؟ لا، احنا خلينا الملح والفلفل بس. نعم. حتى الطبقة الخارجية تكتسب هذا الطعم. نعم. وراح نبدأ هسه نحط القطع مالتنا، وبعدين راح نضيف الصلصات أثناء إيش؟ أثناء ما يكتسب الوجه. هاي الطريقة خلينا كل القطع اللي عندنا داخل المقلاة حتى تكون واضحة للمشاهدين. نعم. راح نبدأ نحط بإعداد صلصة بسيطة. هاي الصلصة راح تكون جانبية ام راح تكون الصلصة هي هاي للشواء. تمام. وراح تكون هي مسؤولة عن الطبق بشكل كامل. نعم. تمام. راح نجي اول شيء عندنا كمية من الزيت، وراح نحتاج الزيت ليش؟ معلقة تقريبا. معلقتين مال الاكل. راح نحتاج الزيت. نعم. لان عندنا دبس الرمان ودبس التمر يحتوي على نسب عالية من السكر، فاذا خليناه بدون زيت راح يحترق عندنا بس في الطاوة. نعم. راح نضيف دبس التمر مع معلقة طعام تقريبا، وراح نضيف دبس الرمان كذلك. ليش ما اخترينا يعني نوع واحد؟ معلقة. ليش النوعين؟ انا راح احتاج الدبس الرمان بينه الحموضة. نعم. والدبس التمر بينه الحلاوة، فانا احتاج. نعم. انه اوازن النكهات، محتاج تخن بالصلصة. نعم. هذه الصويا صوص تقريبا مقدار معلقتين من الاكل، اذا كانت مركزة تخفف بالماء. نعم. تمام. عندنا هوني الباربيكيو او صلصة الشواء، هذه الصلصة طعمها قوي جدا، فراح نحتاج كمية قليلة جدا منه، هذا القدر، لان طعمه قوي. طعم جداً. قوي. نعم. تمام. راح نحتاج فص ثوم. فص واحد. راح نقوم بس بهرسه بهاي الطريقة مثل ما تشوفون حتى ينطينا النكهة اللي موجودة داخله. نعم. راح نحتاج الى رشة اوريجانو بسيطة. الاوريجانو جدا. نعم. هذه تقريبا عندنا صاغة صلصة، راح نبدأ نعدها بهاي الطريقة، سهلة جدا. هاي تغنينا انه مثلا ما نريد الشواء، راح يكون نريد السريع. بالضبط. نعم. بس راح تكون تحتوي على طعم الشواء. نعم. هسه راح نبدأ نوشع اللحم مالتنا، طبعا ممكن اقلبه بكل سهولة بهاي الطريقة لانه بعده بارد، راح يحتاج بعد، فانه بما انه يحتاج بعد هذا الوش راح ارجعه على وضعيته. نعم. ابدأ وضع الصلصة مالتي بهاي الطريقة، راح اخذ هاي القطعة من البروكلي، راح ابدأ احضره بهذا الشكل. نضيف، نقدر نستعين بالفرشات ايضا؟ ماكو اي مشكلة، بس انا استخدمت البروكلي، احتاج الطعم اللي راح يكون داخل القطعة. نعم. تمام. بالتخدين. طعم البروكلي ايضا. بالضبط. راح يضيف شوي. ايه تغنيني عن استخدام الفرشة، ما احب استخدم هاي يعني الادوات. طبعا بدت ريحه الصوص بسرعه تظهر عندنا. نعم.
الصوص راح يعطينا طراوه لو ضلوع، راح يعطينا النكهه اللي نحتاجها. وايضا اللحم هاي راح نستخرج منه ايضا، نشوف الدهون والعصارات اكيد. نعم فهي العصاره مع هذا الصوص راح تصير صد طعم يخبل اكيد. احنا بدعدنا الشكل اللي نحتاجه. نعم راح نقلبه بهاي الطريقه. الضلوع نقدر نستخدمه بعدة أكلات أكيد. الدولمة. إحنا دائما الضلوع عندنا بالدولمة. نعم. موجودة، أهلنا ما يستغنون عنها، دائما الدولمة بيها ضلوع. أوكي. نعم. يعني الدولمة مثالية. بعد شنو اللي نقدر نستخدمه بأي؟ والله إحنا بأسفل المقلوبة الضلوع طيبة، بأسفل الكبسة. نعم. الضلوع طيبة بالمشويات، بالقوزي. طبعا أكو طرق تحضير كثيرة للضلوع. نعم. سواء كانت منفردة أو مجموعة. يعني اكثر من طريقه ممكن نحضر بها الضلوع، او وحده مثل ما هاي منفرده مثل ما اقول. وعندنا مثل ما اقول اكثر من طريقه لتحضيرها بهاي الطريقه، ولتحضيرها بطريقه مجموعه كامله، الضلوع كامله مع الغنم. نعم. تتحضر باكثر من طرق، طرق الشوي وطرق ممكن نسلقها ونرجع نشويها، وممكن نعدها بطريقه القوزي اللي عديناها سابقا. نعم. ممكن كذلك نستخدمها بالطبخ، وممكن نلفه بالورق الزبدة مع السيليفون على الفحم لمدة تقريبا تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات، هيكون عندنا طعم مثالي بالضبط. نعم. فحم هادئ جدا وتتغطى. طبعاً راح استخدم أنا هذه. راح أرجع. هذا الشكل. بالضبط. نعم. هذا الشكل أنا الصلصة راح تنطيني أكثر من اللحم، لأن أنا بيها الألوان مع دبس الرمان ودبس. نعم. التمر. اطلوع هاي الاغنام، البقر هم ايضا نقدر نستعمله بهاي الطريقه؟ لو لا راح تحتاج وقت اطول، لازم تكون مسلوقه او نسلقها على النص ونحضرها، او بالشواء مثل أو ما قلت. ممكن نستخدم هاي الطريقه، نغير الصلصه حتى نحضر الصلصه تقوم باستخراج. بس اقصد اللحم مو راح يكون ما مستوي شويه؟ بالضبط. احنا ايش القصد؟ احنا اذا حضرنا ضلوع الغنم، عفوا ضلوع الحولي مثل ما اقول او الهوش، راح نستخدم صلصه غير هذه حتى نستخرج العصاره اللي موجوده داخل اللحم. نعم. ونقوم بالتغطيه اثناء الطهي حتى ايش يساعدنا؟ يساعدنا سواء كامل. او احنا بالمناسبه اكو درجات للسواء مع الضلوع. نعم. بس ما عندنا، احنا دائما نفضل انه اللحم يكون مستوي كامل. نعم. اما بالنسبه للدول الاوروبيه فتستخدم اللحم بدرجات سواء، مثلا الرير او الميديوم او الويلدون اللي احنا نستخدمها، او الميديوم ويل، يعني اكثر من درجه سواء. نعم. 5 درجات هي موجوده اللحم. احنا عندنا لا، احنا يستخدمون درجه الويلدون اللي هي الاقصى درجات السواء. نعم. او السواء الكامل. هذا مجتمع الشرقي يعني يفضل اللحم بهذه الطريقه، مع العلم انه اللحم اذا كان بدرجات السواء اللي تكلمنا عنها يحتوي على سوائل اكثر، بروتينات اكثر، وتكون يعني فائدته اكثر. هذه الفائده تكون باكثر من العصاره الموجوده. بالضبط. نعم. لانه العصارات موجوده. راح يكون مستوي بهذا الشكل؟ تقريبا بهذا الشكل راح يكون السواء عندنا. طبعا احنا ممكن نلاحظ شغله مهمه دائما. سواء كنا نشتغل على طباخ الغاز او على الهيتر الكهربائي او على طباخ الحث، ما عندنا اي مشكله. دائما عندنا نلاحظ شغله مهمه انه تركيز الحراره يكون وسط المقلاه. نعم. فاحنا نخلي القطع اللي تحتاج سواء اعلى وسط المقلاه، والقطع اللي تحتاج سواء قليل على اطراف المقلاه. نعم. الى ان ينتهي الطهي عندي بشكل كامل. شيف احنا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. تمام. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا شيخ احمد، وطبق اليوم هو الضلوع. هسه احنا نقرب الكاميرا، مخرجنا قربنا الكاميرا، هسه هذه القطع بدات تكتسب السواء. نعم. فايش راح نعمل؟ بهذا الشكل. بالضبط، راح نحول قطع ثانيه
مثل هذه. لما تشوفون بدت بالاستواء بدت اللي تستوي راح نبعدها نتركها على الجنب ونخلي قطعه مكانها وسط المقلاه حتى تكتسب الاستواء الكامل. بهاي الطريقه لما تبدا عندنا القطعه بهذا الشكل محتاج انه اضيفها قراوه. نعم. اللي هي عباره عن ايش؟ الصلصه مالتها. فوق ما الجوانب ما نضيفها. كلها نضيفها عليها من بدايه القطعه الى اسفلها. طبعا هو دائما اللحم اللي يكون قريب على العظم يكون مفضل. نعم. نشوف بدت هنا لا بعد ما استوت. هوني بعد. نعم. احنا دائما ايش قلنا؟ قلنا راح نخليها حتى نتحكم بالسواء احنا بكيفنا. نعم. شنو اللي تستخدم يعني بعد ما استوت الضلوع؟ شنو اللي على مع اي طبق نقدر ناخذه مثلا احنا ممكن الضلوع ناخذه فوق التمن. نعم. او فوق البرغل. نعم. وممكن كذلك الضلوع تنكل وحده. نعم. كطبق يعني لذيذه جدا من دون اي شيء معاها. بهاي الطريقه مع الصلصه راح يكون طعمه لذيذ جدا وحيده، بس انا اتوقع الناس تاكلها مع التمن مع البرغل او تكون داخل طبق على مائده. نعم. يعني مع مكمل الاكل فحسب اللي يرغب. احنا اليوم راح نقدمها مع كبسه تمن صغيري حتى تكون امام منظر الجميع. نعم. طبعا هسه اللحم هاي درجه سواء يعني بالنسبه للاشخاص اللي يحبون درجه سواء اللحم اقل. نعم. هذه درجه مثاليه تمام. هسه تقريبا يعني مستوي عندنا بالضبط. نعم. احنا بالنسبه لنا هسه عندنا بدت القطع. شنو الصوص او اللي تخليه جانب الطبق دائما؟ انا اذا حضرت طبق الشواء مثل. نعم. هذا هذه راح الصلصه نفسها اسخنها. نعم. على النار واخليها راح تكون رموز لذيذ جدا. نعم. طبعا هسه راح نبدي هاي القطع اللي بدت تكتسب طبقه قشره نغنيها بالصوص حتى هذا الصلصه هيكسب لنا طراوه وطعم. نعم. فاللي راح تخليه جانب شنو السلطات اللي راح تستخدمها مع الضلوع؟ راح نستخدم السوتيه اليوم حتى نقدمها. نعم. كطبق غربي امريكي. واذا كان شرقي شنو نضيف؟ راح نضيف سلطات يعني كطبق شرقي نقدمها. نعم. راح نقدمها فوق طبقه من طبق من الارز كامل. نعم. وراح اضيف له سلطات ممكن استخدم معاه الفتوش او سلطه الجرجير مع المشويات تكون لذيذه جدا بالمناسبه. نعم. وهم كذلك احنا كان عديناها في حلقات سابقه. نعم. فعندنا سلطه الجرجير راح تكون مناسبه جدا مع هذا الطبق اذا تقدمنا له بالطريقه مثل ما اقول الشرقيه مثل ما تكلمنا. احنا هذا الشكل اكتسب اللي نتكلم عنه. نعم. الصوص هو اللي يكتب هذا اللون. بالضبط. راح يعطي هسه هي بهذه الصلصه. نعم. معده بالداخل مقلاه ولكن المقابل راح يحسب انها مشويه على الفحم. نعم. مثل ما تتقدم بالمطاعم. نعم. ولهذا قلت انه راح احضرها بطريقه مشابهه لطريقه المطعم ولكن بطريقه منزليه. نعم. بس راح تكون مستوي اللحم مثل أكيد. ما تشوف. أكيد. مو انه أكيد. ينسلق وبعدين لا 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 ما نحتاج هذا الشيء نهائيا لانه اللحم هذا طري جدا يعني. نعم. ما اعتقد انه يحتاج لهذا الشيء. لحم الغنم يكون طري اكثر من البقر. اكيد اكيد. راح نكملها ونحد طبق السوتيه مالتنا اللي دائما احنا. نعم. نضيفه مع الاكل مالتنا. هسه راح تحضر التقديم للسوتيه. راح نحضر السوتيه مالتنا. نعم. بروكلي. بروكلي طبعا عنصر غني بالفيتامينات والمعادن. نعم. وبالاخص فيتامين سي نحتاج الفطر. نمشي على الوضع عندنا. راح نقدم احنا الطبق نقدمه على الطريقه الغربيه. بالضبط. مو شرقي. راح نقدمه بطريقه غربيه مثل ما نقول يعني راح نكتبه بكبسه تمن حتى. نعم. تكون وجبه متكامله. نعم. موجوده عندنا طبعا استواء جيد جدا. استواء مالتنا شلون نعرف المستوى؟ بهاي الطريقه جيد جدا يعني هاي الشكل. نعم. هذه طراوه اللحم اللي اتحدث عنها دائما
ودائما اقول انه واللي يريد بعده يكون اكثر مشوي اكثر ماكو اي مشكله. تمام، انا راح ارجع اضيف الصلصه مالتي كل شويه نضيف حتى انه تدخل يظل بالضبط داخل حتى اللحم من يتعرض للحراره راح تكون عند بينه جهتين، جهه راح تكون ممتصه للسوائل وجهه راح تدفع العصارات اللي موجوده داخل اللحم. راح ناخذ القرع، مكون مهم عندي انا بالسوتيه بدل ال دائما نخلي الفلفل القرع الكذا بس لازم اكو تغيير. انت قلت احنا لازم دائما يكون عندنا تغيير حتى هذا. راح نبدا نطلع القطع المستويه عندنا ونضيف مثل ما نقول السوتيه مالتنا. نعم السوتيه راح يكون نفس الصوص الموجود خلي بينه. نعم. هذه قطعه راح تكون جاهزه بهذا الشكل. هاي درجة الاستواء مثل ما تحدثت بدأ بالاستواء بالضبط. هاي بعد ما استويت القطع، القطع اللي تحتاج الاستواء راح نتركها بالنار. نعم احنا ممكن نخليها بهاي الطريقة حتى ناخذ الاستواء. نعم طبعا الاستواء يكون سريع، هاي افضل يعني طريقة بالنسبة لي تحضير هذا الطبق. نعم. يعني من مثل ما يقول بدل ما الشواء والمنقل والفحم راح تكون هاي الطريقة سهلة وطعمها لذيذ لذيذ جدا يعني. سريعة. 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 أكيد سريعة. دائما نحضر ربة المنزل أكثر من. إيه. إحنا دائما نحضر الأطباق اللي تكون سريعة وسهلة. نعم. حتى المنزل أو المشاهدين يكون تحضيرها سهل عليهم وتكون موادها متوفرة. نعم. بالضبط. هسه عاد استوت بالكامل الضلوع مثل ما تشوفون. هاي الضلوع مستوي عندنا بشكل تقريبا كامل، راح نقوم باخراج بس ايش؟ الكمية السكر اللي محروقة عندنا اللي هي موجودة داخل ايش؟ داخل الدبس الرمان ودبس التمر. نعم. لان هاي احنا الشغلات ما نحتاجها بتحضير السوتيه، احنا صاعدنا طبقنا كامل والشيء اللي احتجناه منه خلصنا انتهينا منه. نعم فراح نستخرجه بالطريقه هاي كلها سهله. هاي غلطه تكون موجوده داخل الطبق. نعم. حتى لا تحترق مع السوتيه. نعم بس راح تنطي ايضا نفس الطعم الموجود داخل الصوص اللي ضفته راح ينطي ايضا نفس. احنا دائما نتكلم بهذا الموضوع انه نقول احنا لازم دائما نحاول انه نضيف الاكلات او الصوصات مع الاكله من جنس الاكله حتى نفس الطعم بالضبط يكون عندنا نفس الطعم. الليمون بالبدايه دائما نحاول نخلي الاشياء اللي تحتاج وقت استواء اطول في البدايه. شوف احنا راح نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. تمام مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجع لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا شيف احمد وطبق اليوم هو الضلوع. وسع يسوي لنا السوتين بس قلنا انه الصوص من نفس من جنس الطبق حتى يكون نفس الطعم. بالضبط راح نبدا نرتب مكاننا حتى يكون عندنا تقديم نظامي. نعم طبعا السوتين هو جانبي بالطبق ولكن مهم جدا مع الاكلات الخضروات الموجوده بالضبط. هي يعني كلها غنيه بالفوائد البروكلي فوائد الفيتامينات ولا الفطر ولا القرع. نعم. او الجزر يعني مهم للسكري القرع قلنا مهم. نعم. للسكري البروكلي ايضا منه فيتامينات كثيره البروكلي يحتوي على فيتامينات كثيره الجزر يحتوي على فيتامين اي
بكميه كبيره. نعم يستخدم للنظر ايضا للنظر بالضبط. نعم. البروكلي قلنا يحتوي على فيتامين سي. نعم. الفطر غني كذلك بالفيتامينات وبالمعادن. نعم. تمام. وعندنا القرع قلنا تكوننا انه تكلمنا عنه فوائده كثيره لمرضى السكر. نعم. وكذلك تكلمنا انه القرع يحتوي على محتوى مائي عالي جدا. نعم. طبعا يعني مفيد ايضا للبشره وللبشره بالضبط. نعم. وللجسم، ولهذا احنا دائما نحاول نستخدمه بالاطباق. نعم. يعني احنا لما نجي نقدم وجبه دائما نحاول نقدمها بصوره متكامله، انه الشخص اللي ياكل بالضبط الشخص اللي ياكل الوجبه. نعم. تكون هاي الوجبه عنده غنيه بالفيتامينات وبالمعادن. نعم. وبكل شيء جسمه يستفاد منه، واول شيء يكون عندنا الطعم طيب والشكل طيب وكذلك فائده الجسم. نعم. هسه راح نجي على هذا الطبق مالتنا، راح نحاول انه نرتبه بالضبط. راح تضيف بالجانب، قلت انه رز نضيف ايضا كبسة رز. نعم. راح نضيف الطريقة هاي اللي يحب له، هذا باعتباره طبق متكامل. نعم. واللي يحب ما يغلق، واذا ما يريد اضافة التمن. نعم ماكو اي مشكلة. راح نحاول نقدم الليمون. الليمون دائما اشوف سيد التزيين، يعني يضيف شكل للتزيين الجذري، وكذلك انه بالسوتيه احنا الليمون يفيدنا، يعني بالضبط يضيف طعم للسوتيه. طبعا احنا اكو شغله المشاهدين احتمال ما انتبهوا عليها. نعم. انه احنا كل حلقه نتكلم عن ايش لما نشتغل السوتيه، انه نضيف له ملح ونضيف له الليمون ونضيف له الاوريجانو. هالحلقه ما ضفنا شيء لان موجود الصوص بالضبط، الصلصه موجوده عندنا بالضبط، فما ضفنا هذا لان صوص متكامل بملح وايضا البهارات، الفلفل داخل اللحم ايضا اكيد راح يكون عندنا كل شيء كامل. إضافة السوتيه لين غير الطبق واللون أيضا الألوان بالضبط، أنا أحتاج الألوان دائما، اللون الموجود باللحم أكيد أنا أحتاج الألوان دائما بالطبق. نعم. مالتي، لأنه الطبق عبارة عن لوحة مثل ما تكلمنا سابقا. نعم. أنه الإنسان اللي يعد الطبق يحتاج أنه يقدم كل إمكانياته بينه. شوف الطبق متكامل جدا. هسه احنا الطبق تقريبا شبه اكتمل عندنا. نعم. راح نخلي نار هذه تعمل صوص جانبي بالضبط. نعم. راح يكون عندنا قفل هذا الصوص. راح نخلي الصلصه مالتنا نضيف ايضا، لو هي نفس الصلصه راح نضيف عليها. نعم. شويه صلصه مهمه جدا نضيفها. نعم. بالجانب لو حسب الرغبه، حسب الرغبه، ولكن انا بالنسبه لي انا اعتقد انه لازم اكو صوص بالجانب، لانه دائما ابحث عن الطراوه باللحم. راح اضيف الصويا، ما راح اضيف الباربيكيو لان قلنا انه نكهته قويه. نعم. انا ما احتاج انه اضيفه. راح اضيف رشه الاوريجانو، ما راح اضيف الملح لان الصويا تحتوي على نسبه كبيره من الملح. نعم. تمام. راح يكون عندنا صلصه بسيطه جدا ولكن طعمه غني بشكل غير متوقع. راح اخليها تنخلط بهاي الطريقه، البروكلي تبقى مثل ما هي مشيره بالضبط. نعم. بس هي راح تكون نفس الصوص اللي ضفته للحم بالضبط. نعم. راح استخدم هاي القطعه مال البروكلي، هم راح اضيفها بجانب بالضبط. راح اخليها، هاي راح تكون دسم كثير لان الصوص كله غنيه بالصوص. نعم. وبالطعم الصوص. طبعا هذا الصوص راح يكون طعمه لذيذ جدا لانه يحتوي على الدهون والعصارات مال اللحم، ويحتوي على السوائل اللي موجوده داخل الخضروات. نعم. اللي استخدمناها بالسوتيه. نعم. وكذلك والثوم راح يبقى بالضبط راح يبقى موجود. نعم. طبعا انا هون حسب الرغبه، اذا حبيتم نضيفونه فوق الطبق ماكو اي مشكله، واذا حبيت من تخلونه دسم كثير لان خلينا الصوص بالضبط، فراح نخلينه بطريقه جانبيه.
نعم. هذا الشكل راح يكون الصوص هوني. هاي عندنا اكتمل طبق. عندنا طبق كده كامل. شوفوا مشاهدينا. طبق اليوم طبعا شرقي وغربي باعتباره بالضبط راح يكون طبق شرقي غربي دي. اضافه الى انه طبق هذا دائما يتقدم بطريقه الشواء قدمناه بطريقه منزليه بطريقة سريعة أيضاً. جدا نعم. يعني احنا ممكن داخل المنزل نحضر كيلو وضلوع وجبه كامله خلال 20 دقيقه ما اكثر نعم. راح يكون طعمه او عندكم اطيب من طعم الشواء وراح تجربوه ان شاء الله وتكتشفون النتيجه بنفسكم. نعم شيف طبعا شكرا لك مره ثانيه وعلى تقديم هذا الطبق الرائع جدا. واحنا قلنا الضلوع اصلا من الاكلات الدسمه موجوده بالمطبخ الموصلي. ايه طبعا و... هاي الاكله وجبه غنيه طبعا نعم. بالدهون وبالبروتينات وكل شيء. موجود السوتيه ايضا ضاف. سوتيه ضاف لنا اشني راح نحتاج فيتامينات وراح نحتاج سوائل للجسم كذلك عندنا. نعم. موجود بالقرع وبالفطر وحتى بالليمون. نعم نقدر نستغنى مثلا عن الارز بالبرغل؟ ماكو اي مشكله بالبرغل. يعني ما له اي علاقه بال لا لا ماكو اي مشكله لا ماكو شيء حتى ربة المنزل تضيف مثلا ربة المنزل بالزر. ممكن طبعا الضلوع او لحم الغنم مع البرغل طعمه جيد جدا. نعم شيف احنا دائما نقول مشاهدينا الاعزاء انه اذا عندهم اي استفسار او مقترحات اكيد او استشاره من الشيخ احمد يراسلونا على موقعنا الفيسبوك التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب والشيف طبعا راح يقدم لكم الاكل أكيد. او الجواب على اي استفسار تحبون تستفسرون اكيد ماكو مشكله. مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى ختام برنامجنا المطبخ الموصلي تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل الى اللقاء في طبق جديد وحلقه جديده.